رفضت لحقنا فقرة ضيف شرف وضيف شرف الليلة هو الأديب الحبيب بابا. أهلا وسهلا حبيب بابا، حل ضيفا في نسخ ماضية من برنامج سباق قوافي، وها هو هذه السنة يطل علينا من جديد تشحرا. الغايب ما يسوى عنك هو تسوى لا عن الجاب. اللهم يسر. لو أنت جبت لنا الليلة وجبت المشاهد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أنا السلام عليكم بعد، مرحبا بكم جميعا. نشكر الحاضرين والمشرفين على هذا البرنامج سباق قوافي. أنا جبت طلع، جبت قيثان وطلع وكرز وقطع في البكاء على الأطلال. قال قصيدة بعد البيت شعري، قال مصطفى حمام، قال وفي قلبي مكان لكل ضيف فكوني الضيف مؤنسا أو ثقيلا. أرجو أن لا أكون ثقيلا إن شاء الله. القيثان عبارة عن قطع، هذا اللي نحكي كامل ناس زمنيين قديم، ما هم من ذا الزمن، زمن بعيد حتى. توفى أبو جمعة ولد العبد النبي، من توفى خالقات عماته مغنياته مدحات الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدين قال جمعة، وحدين قال الخويدم. منين توفى عنده ولد قال له رمضان، ولد أبو جمعة ولد عبد النبي كان غايب، وقعدوا هما تي عاقب وفاته، وهو ما حضر رمضان، ما حضر وفاة أبو جمعة. وعاقب منين قعدوا عاقب وفاته بأيام قعدوا يمدحوا، بركوا مدح يا الله لما ميتنا، ححوا يا الله لما فنانا. منين بركوا ذي المدح ما علموا العادة هو رمضان جاي، وسمعهم الزال في الطريق. منين سمعهم زقنوا به قالوا لوالدك توفى، قاعد يبكي، قاعدوا يصبروه كذا. قالوا سمعتكم تمدحوا نزل جاي، وكانكم قلتوا شيء. قالوا والله. قالت جمعة كان الدلال من التحجال، مرتد وحاشة مولانا، اصبر يا الدلال على حال الله عقوبة للفانة. قالت الخويدم هذه المدحة يا غلغيدي زينة حق ومدوانة، هي سرحي ومريدي ولا ذاك اللي بكانا. قالت جمعة لعبنا حتى وضحكنا، غنينا وانقال غنانا، واليوم الله يثبتنا على ذكرك يا مولانا. قال لهم رمضان الحادث ما عنده قوة، لا قوة كون المولانا، نبكي بي موت وهو اسكي مميتني قاعانا. الطلعة يقول رمضان ودبو جمعة، يقول إلى صحة من آدم وبرأ، من الأمراض وعدل تجرى وسر واستدبى في الصمرة، إلي نجمع دنيا جلوت، وجمع من البكاري حصرة، وربط رمكة كيف اليقوت، وركب فوق جمل بوفطرة، فوق وقعد يشوفه منكوت، ولبس لبسة تقضي حمرة، هذا كامل مزال يفوت، يعقب يدخل حفرة غجرة، ويمشي عن الأخوات والأخوت، وتعقب ذيك الدنيا غبرة، تمرق بين الوراث فتوت، قدت الموت في دهر الحياة، تلحق للحادث مثبوت، وهرب الحادث والتلفات، إلى فك وقت من الموت، أثر لاهي يربي لقتات، لا بد ثم لا مقتوت. قال جمعة يوقي مجابد مزلتو، فقدتو بالسرح والأوراد، ما فتو في العين درقتو له العبيد الله والحماد. قالها عين لو دبهاه، ما فتو في العين درقتو يفن ذاك ويقعد هفتو، هذا الأمية عارفتو من هون إلى يوم الميعاد، وحققتو ويقنتو مكتوبة نقلية مداد، والدهر لهذا نبتون وبجايون وبيبعاد. قالت له جمعة وقعد لعصى الهون يصفر، كيف المقطل مع سواد، ماذا من ناقة تتظفر، افرس حرة وجمل ينقاد. قال لها عين لو دباه، ماذا زاد من ملي أصفر مشدود عليه كدان أحمر، قط السدر في جدر منظر، ومرق بين مقاسم الأغراد، وجبع له خط ربيع أخضر، نازل تحل من الأجواد، وماذا من حد طرح مجمر، مغرج والكيسان وبراد، وماذا من دولة تتحصر، وفرص مرصونة بقواد. قالت له هي وماذا كان الصمن محصر، حاطت به الغدرة وانكاد، يظل يطور ويقصر، مشيوا بها الجافت البلاد، واللي في القبلة مصندر، واللي في التل بلا عداد، والله وحش يقوم مقطر، يمشي سارح ويجينا صاد، وجميع تمخلب تحت حجر، يلعب بادة يلعب شماد،
لابد الدهر لا يغدر وامر الله ما عنه تحياد. والسلام عليكم. حالي احنا مازلنا بقايتنا فيك شوي من عطاكنا مولانا الليله. درا كان عندكم شي في طلال؟ طلال طلال يقول حمدي عالم مولانا لرويات اللي نعرف عنهم زينات المبروك لا تنتكرات فما ما ضعراهم زينيين ودغدم ولي وقليبات المدادة وقلاب أخرين زينين ومزين زاد مات لرفادي لبير مقرين غير أنا الواحد في الذات ما تبقالي دمعة في العين قد منين نشوف المدقوق ونشوف حذات ويركين نشوف المدقوق ونشوف حذات ويركين الحديبة والفيها من طوب وعلبة وغراد سليطين يلا لي مزين عندي زاد الأشراف ومزين عندي عاد قلب الراوي ويجو الأجواد تذر ذورة أمر ويصين هذا كامل ما هم اعتاد اللبيرات التي مصقين غيراني الحي الجواد ما تبقى لي دمعة في العين قد منين نشوف المدقوق ونشوف حذاه تويركين الحديبة والفيها من طوق بوعلبة وغراد سليطين زي حتى شكرا جزيلا للشاعر الحبيب بابا.